تفصيلا وكلام لبعض جمهور النادي الاهلي، وحماس كبير جدا عندهم قبل مباراه كبيره امام نادي الزمالك يوم الخميس القادم باذن الله تعالى. انا هروح لمداخله مهمه جدا مع الاستاذ محمد الجوكر الاعلامي والصحفي الاماراتي الكبير، ونتكلم معاه بخصوص هذه المباراه. يا استاذ محمد، مساء الخير على حضرتك. يا مرحبا، مساء الخير على مصر الحديده وعليكم عليكم جميعا. يا مرحبا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني في البدايه انا عايزك تطرق بخصوص مباراه الاهلي والزمالك وهذه المباراه، وبالتحديد التناول الاعلامي للمباراه من خلال الاعلام الاماراتي بشكل عام. هو الحقيقه لا شك ان اسم الاهلي والزمالك في اي مكان وفي اي مدينه وفي اي مكان في العالم العربي، بشكل الاسم لوحده فقط هو فيه نجوميه، فما بالك اذا كانت هذه السمعه الطيبه التي تتمتع بها الرياضه المصريه العريقه وتتواجد في ارض زايد الخير، لا شك انها تلقى وتجد العنايه الاكبر والاهتمام الكبير من كافه وسائل الاعلام وحتى ايضا الوسائل الاخرى، على اعتبار انه حدث تاريخي وحدث رياضي. أكيد. نحن نعتز باستضافه مثل هذه الموقع الكرويه التي نفتخر بوجودها على ارض دوله الامارات العربيه المتحده. الزمالك والاهلي من الانديه العريقه، من الانديه التي تفتخر بها الرياضه الاماراتيه لانها ساهموا ابناء الناديين في تطور ونمو الحركه الرياضيه في دوله الامارات من خلال التعاقد مع مدربين هذه الناديين، ومن خلال وجود ايضا العديد من الكفاءات التي كانت تمثل الاهلي والزمالك خلال وجودهم في أندية دولة الإمارات. بالتحديد عايز أتطرق للعلاقة المصرية الإماراتية، بالتحديد من الجانب الرياضي كمان، وجذور هذه العلاقة، والبداية كانت إزاي وإمتى؟ حقيقة طبعا في هذا الإطار بتحدث يمكن مدة الوقت البرنامج لن يتسع بالنسبة لي، على اعتبار أني أنا مؤرخ وباحث في هذا المجال، ومصر بالنسبه لي حتى من قلبي كما يقولون. فالعلاقه الرياضيه بدات في دوله الامارات مع الرياضه المصريه، تحديدا بزياره اول نادي مصري وهو الدراويش الاسماعيلي عندما زار الامارات، وكان في اطار تدعيم المجهود الحربي. وزياره الاسماعيلي ساهم حقيقه ايضا بعدها في عده اشهر باختيارنا للمرحوم شحته ليكون اول مدرب متفرغ من الامارات كمحترف، درب نادي الوحده انذاك، وبعد ذلك اصبح الاهلي في دبي، ثم قاد منتخب الامارات لدورتين كاس الخليج الثاني عام 72 في الرياض، وحصلنا على برونز في كاس الخليج، والثالثه في الصيف عام 74. هذه الزياره امتدت الى زيارات اخرى، منها زياره النادي الاهلي القاهري في يناير 75 في العيد الاضحى الثاني، لعب الاهلي القاهري كامل نجومه على ملعب الرملي امام نادي النصر، ويومها خسر بهدف مقابل لا شيء. اصبحت هذه الزيارات هي امتداد على ان الرياضه المصريه تربطنا بها علاقات قويه جدا، لان الاساتذه المصريين والاطباء والعلماء والادباء والاعلاميين جاءوا الى الوطن ليساهموا مساهمه فعاله، فكان الحقيقه لابن مصر دوره الاكبر، المدرس صباحا وفترة مسائية يقوم بالتدريب أو بالتحكيم. فهذه العلاقة علاقة حقيقة فيها جذور تاريخية عميقة نعتز ونفتخر بها. لذلك فإن الحديث الحقيقة عن العلاقة الرياضية الإماراتية المصرية يفوق ويطول، على اعتبارنا حتى عام أول قيام دولة الإمارات في العيد الوطني غنت السيدة أم كلثوم في 30 يناير 1971، أقيم على مسرح النادي الأهلي في أبو ظبي، وكان الحفل الغنائي الكبير شهده طيب المغفور للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. ومنذ ذلك الوقت وأصبحت مصر في أعماقنا وفي قلوبنا، لهذا نحن الحقيقة نشعر بأن الحديث عن مصر ذو شجون، والحديث عن الرياضة المصرية ذو تاريخ. ومن هذا المنطلق أرى أن لقاءات الرياضة الإماراتية سواء عندما لعبنا كأس السوبر هناك في القاهرة أو عندما نستضيف أندية المصرية هنا في الإمارات، فهذا يؤكد مما يدل على المتانة والعلاقة القوية التي تربط البلدين. بيمثل ايه استضافة بطولة السوبر المصري، وخصوصا قمة كبيرة جدا ما بين اكبر فرقتين في الوطن العربي هما الاهلي والزمالك، بيمثل ايه الكلام ده للشعب الاماراتي ودولة الامارات؟
حقيقة يمثل بالنسبة لنا شرف واعتزاز، لأن نحن فخورين بأبناء مصر في كل المحافل، ليس الرياضية فقط، في المجال الإعلامي، في المجال الفني، في المجال الثقافي، في المجال الصحي، في المجال التدريسي، وفي المجال الرياضي. وعندما نتناول جزئية استضافة كأس السوبر المصري، أتمنى أن تخرج المباراة بالصورة التي تليق بمكانة وسمعة الرياضة المصرية العريقة، لأن كما قلت نحن أيضا في الإمارات استفدنا من حكام كرة القدم المصريين، على رأسهم المرحوم علي قنديل، على رأسهم المرحوم حاج مصطفى كامل. كل هؤلاء جاءوا الحقيقة وساهموا، لذلك عندما نستضيف حدث الرياضي المصري نشعر بالفخر والاعتزاز. كأس السوبر عندما أقيم في القاهرة قبل سنوات كان لي شرف بتواجد هناك، وأيضا كان لنا شرف بتكريم 20 إعلامي عملوا في الصحافة الرياضية الإماراتية أكثر من ربع قرن، تم تكريمهم على هامش الحفل بحضور معالي الدكتور أشرف صبحي وأيضا سعادة السفير الإمارات جمع الجنيبي. فالعمق التاريخي، هذا العمق التاريخي الحقيقة يعود لنا إلى ذكريات طويلة. يعني لا أخفيكم أن أبناء مصر مثلوا الإمارات حتى في البطولات، مثلا عام 75 كان عدد من لاعبي النادي الاهلي المصري على راسهم راجب عبد المنعم وابراهيم عبد الصمد وايضا حارس المرمى اشرف بن نور وغيرهم من يوش حفله كدراني، مثلوا منتخب الامارات في بطوله العالم العسكريه عام 75. فلهذا نحن الحقيقه نشعر بالسعاده والسرور عندما نسمع اسم مصر. استدعي استاذ امير، كلمه مصر بالنسبه لنا تعني الكثير. ابناء مصر، ابناء الامارات بدأوا حياتهم الدراسيه والمؤهلات العلميه في بدايه الستينات، ومن خلال وجودهم هناك وحتى انديه الامارات الكبيره جاءت اول معسكرات الخارجيه بدات في 1970 في القاهره. من هذا المنطلق نرى ان 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 البعد التاريخي ذات مهم جدا، لكن لا نريد ان تتحول فقط مباراه يتم فيها لقاء بين خصمين وناديين وتقليديين، لا، نريد ان تتحول هذه المباراه الى مهرجان نحتفي بالاشقاء على ارض سعيد الخير. اخيرا عايز اختم مع حضرتك بخصوص مدى الجماهيريه والشعبيه بالنسبه للنادي الاهلي هناك، بالنسبه ايضا للشعب الاماراتي. حقيقه كما قلت يعني نحن عندنا من اقدم واكبر الانديه في البلد، النادي الاهلي اللي هو حاليا اصبح شباب الاهلي. شباب الاهلي يمكن تم تسميته اسوه تيمنا بالاهلي القاهري، لان اسم الاهلي القاهري اسم غني عن التعريف. يعني عندما نتناول عن نادي الاهلي القاهري فانت تتحدث عن تاريخ، تتحدث عن مرحله ذهبيه في عمر بلد وزن ومكانة مصر على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الدولي. لهذا الحقيقة شعبية الأهلي كبيرة جدا، والأهلي أيضا شارك في مهرجانات اعتزال العديد من اللاعبين من أندية الإمارات، فلذلك الأهلي المصري له شعبية في أي مكان، وكذلك الحال بالنسبة للزمالك. يبقى الناديان حقيقة يمثلان أيضا رمز من رموز الرياضة العربية، والأهلي القاهري واحد يعني عندما تسمع النادي الأهلي وتسمع هذه المكانة وهذه السمعة والسمعة الإعلامية والخبرات الإدارية، يعني ناس الله يرحمه صالح سليم كان أيضا يوما ما لعب مباراة ضد النادي الأهلي في عام 70 في يوليو 1970، لعب قاد الأهلي القاهري أمام أهلي دبي في تلك الفترة في معسكر القاهرة. صالح سليم تربطه علاقة قوية جدا مع الشيخ مانع بن خليفة، احد رموز الرياضه الاماراتيه وعاشق النادي الاهلي في مصر. تمام. نحن كل من الذكريات الطويله الكبيره، كما قلت المجال لا يتسع بان اتحدث فيها، لكن باختصار اقول ان كل ابناء مصر وبالقلوب وكل ابناء مصر سواء اهلي زمالك اي انديه نحن نشعر بانهم في وطنهم الثاني. اكيد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ